ثلاثة مثلا، أو خليها ستة وثمانية مثلا يا شباب، ستة ثمانية إيه؟ وهنا 10، جايب لك كل حاجة. الزاوية هي هنا مثلا اسمها إيه؟ ودي بي ودي سي. قال لك إيه أوجد ساين زاوية إيه؟ من يعرف يا شباب؟ من يعرف؟ قلناها أمس. محمد سعيد معايا؟ عبد العزيز؟ يلا يا شباب يلا. طيب الساين يا جماعه ده ايه؟ ساين اي زاويه بتساوي المقابل على الوتر. المقابل عندي مقابل الايه اللي هو مين؟ السته. والوتر اللي هو يا شباب؟ 10. اللي هو مين يا عمر؟ 10. ابسط صوره نقسم على 2 يا جماعه، 2 ايه؟ 3 على 5. فطلب منك مثلا الكوزاين، مذكرك بقى سريعا كوزاين الايه؟ الكوزاين بتساوي مين؟ بتساوي المجاور على الوتر. المجاور للايه؟ الضلع ده اهو يا جماعه اللي جنبها على طول. الضلع ده مجاور للايه اهو، ده مجاور للايه. ماشي؟ هتساوي الثمانية على الوتر اللي هو 10، احتسب برضه على الاثنين وعلى الاثنين يبقى 4 على 5. طب الثاني يا شباب، الثاني الثاني الايه؟ بتساوي المقابل على المجاور. المقابل الايه؟ بستة والمجاور بثمانية، اختصر على الاثنين في ثلاثة، على الاثنين في ايه؟ أربعة. واضحة يا شباب؟ وقلنا برضو في حاجات تانية دوال مقلوبات ليها. مقلوب الساين مثلا اسمها كوسيك. اسمها كوسيك، يعني مثلا الساين هنا طلعت بكام؟ ثلاثة على خمسة، يبقى الكوسيك وكلاو. خليها هنا أحسن. الكوسيك يا جماعه على ايه؟ 3 على 5 يبقى 5 على ايه؟ 5 على 3. طيب مقلوب الكوزاين حاجه اسمها سك. دالة سك يا جماعه، سك ايه؟ الكوزاين كانت 4 على 5 يبقى الثانيه 5 على 4. طيب مقلوب التان اسمها كوتان. كوتان سي او 2 الايه؟ التان 3 على 4 مقلوبها 4 على كام؟ 4 على 3 يا جماعه، 4 على 3. واضح يا شباب؟ ده خدناها امبارح. واخر حاجه خدناها ازاي اجيب زاويه؟ يعني اعمل العمليه العكسيه. اعمل العمليه العكسيه. لو عندك مثلث ايا كان شكله. بس قائم الزاويه يا جماعه. لا مش قائم الزاويه خالص. قائم الزاويه هنا مثلا دي ثلاثه. ودي ولتكن يا جماعه مثلا كام؟ نقول 4. واكس اهي يا جماعه اكس، مطلوب زاوية اكس درجة. قال لي اوجد زاوية اكس. حد عارف يا شباب؟ الفصل ده ما بيشاركش خالص معانا، درجته ضعيفة جدا. يلا يا جماعه ازاي اجيب زاوية ايه؟ زاوية اكس. هشوف الاكس دي، ايه اللي متوفر عندك بالنسبة لها؟ متوفر المقابل ليها اللي هو 3 والمجاور ليها اللي هو 4. طب ايه الداله اللي فيها مقابل ومجاور بس؟ مقابل ومجاور هتلاقيها التان. تان اكس بتساوي ايه التان؟ المقابل على مين يا شباب؟ على المجاور. المقابل 3 المجاور كام يا جماعه؟ 4. ماشي يا شباب؟ انا كده جبت تان اكس اهو، لسه عايز اجيب مين؟ قال لي اوجد اكس. اوجد الاكس نفسها، اقول له اكس بتساوي تان ماينس 1 3 على 4 يا جماعه. قلت ازاي بعملها على الحاسبه طالما انا سند يا جماعه؟ بجيب شيفت تان او انفرس تان. اهي كده يا جماعه. اقول له هنا مثلا شيفت تان اهي يا جماعه، تان كسر 3 تحت ايه؟ 4. هيساوي على طول الزاويه طلعت بكام؟ 36 8 من 10. الزاويه عندك سي تساوي اكس 36 8 من 10 او تقول له بالتقريب كده 37 درجه. واضح يا شباب؟ ده اللي هي زوايا الايه يا شباب؟ ازاي اجيب الزاويه؟ بشوف اقرب ضلع ليها او المتوفر عندك ايه؟ لو متوفر مثلا مقابل ووتر يبقى ساين. لو متوفر مجاور ووتر وكوزاين. مقابل ومجاور يبقى مين؟ تان زي اللي اتعبرها دي يا جماعه، زي دي. دي مراجعه بس سريعه كده. في حد يا جماعه عايز يشارك النهارده معايا؟ حد يحب يشارك؟ الناس النايمه دي
انت عندك في المشاركه 20 درجه، والناس اللي من اول الترم نايمه يا ريت تتكلم بقى دلوقتي خلاص. خليني اديني فرصه اساعدك اديك درجه. هذا السبب. ساعدونا يا جماعه اديكم فرصه درجه يا شباب بالله عليكم. يعني اقول ايه بس؟ لما يقول لي كده مثلا اوجد اكس يا شباب، اوجد اكس. ده مثلث اهو. مثلث قائم الزاوية دي 10 ودي 5 واكس درجة يا يعني. درجة. اوجد اكس. مين يحل معايا يا شباب؟ يلا عبد العزيز ماشي، شجعنا عبد العزيز. لو بتثبت صدق نجيب نجيب مين؟ التانو اللي شوف بالنسبه للاكس يا عبد العزيز مين متوفر عندك؟ الخمسه بالنسبه لها تعتبر ايه؟ الخمسه المجاور لا المقابل مقابل فجاه وال10 يعتبر ايه؟ الوتر الوتر ايه بقى اللي فيها المقابل وفيها الوتر؟ ساين ولا كوزين ولا تان؟ الساين الساين يا عبد العزيز شو اسمه؟ الساين الساين هي اللي فيها المقابل يا عبد العزيز ساين الاكس بتساوي المقابل 5 على 10. طب عايز الاكس نفسها اقول له اكس بتساوي ساين ماينس 1، تودي اكس هناك وتجيب الارقام دي هنا يا جماعه كلها. ساين ماينس 1 5 على 10. تيجي معاك الداله مباشره اقول له كده يا جماعه اهو ساين ماينس 1 يعني شيفت ساين فوق 5 حتى 10 او نص يعني ما تفرق. بتساوي كام يا جماعه؟ 30. يبقى زود اهي بتساوي اكس بتساوي 30 درجه. ماشي يا شباب؟ طيب في حاجه اسمها عندي زوايا ارتفاع وانخفاض. يعني ايه زوايا ارتفاع وانخفاض يا جماعه؟ لو انت واقف كده وبتطالع مبنى فوق بنايه عاليه مثلا، يبقى انت بتنظر لفوق كده يا شباب. مثلا انت خليك واقف هنا كده. مثلا في هنا ولتكن دي بنايه مبنى يا جماعه اهو. ماشي؟ وانت واقف هنا مثلا. فبتنظر لاعلى اعلى البنايه يا شباب تمام؟ اذا عملت ان هو نعمل خط افقي كده يا جماعه افقي اسمي ده هي زاويه ارتفاع. دي بسميها زاويه ارتفاع يا شباب ماشي الزاويه هي دي كده. طيب افرض واحد ثاني واقف فوق على البنايه واقف فوق هنا وبينظر تحت يا شباب بينظر تحت. هعمل له زاويه خط افقي اهو افقي اسمي ده هي زاويه ايه؟ دي انخفاض. ماشي ارتفاع وانخفاض بس تعملهم نفس الكلام بالظبط. افرض انت عندك بنايه عايز تعرف ارتفاعها كام بدون ما اقيسها بدون ما اجيب متر مثلا واقيس الكلام من ده او البنايه عاليه جدا تعمل ايه يا جماعه؟ نعمل ايه؟ بفرض يعني عندك بنايه زي كده وعايز تجيب ارتفاعها يا شباب هنعمل ايه؟ في اجهزه بتقيس بتقيس الزوايا زاويه تقيس الزوايا يا جماعه ده. وفي مثلا حتى لو مفيش خالص الليزر ليزر ومنقله عشان منقله تقيس الزاويه منقله هتيجي هنا مثلا المسافه دي ترجع عنها مسافه تكون كام؟ 100 متر مثلا 100 متر مثلا زي كده يا جماعه تمام؟ وتشغل الليزر بحيث يجيب طرف الايه؟ طرف البنايه لاعلى. ماشي يا شباب؟ طبعا ما نعرفش ده كام ما نعرفش مجهول ده مجهول بس معايا يا جماعه؟ معايا الزاويه اعتبر ان الزاويه تكون مثلا 70 مثلا. فانا بجيب الزاويه بقيسها بالمنقله او جهاز بيقيس الايه؟ يقيس الزاويه يا شباب. ماشي؟ يلا يا جماعه عايز اجيب دلوقتي ارتفاع المبنى اللي هو ده واعتبره اكس. اجيبه ازاي؟ اقول له هنا ببساطه جدا انت عندك اكس و100 بالنسبه للزاويه دي يعتبر ايه؟ زاويه مثلث كام اهو؟ الاكس يعتبر بالنسبه للزاويه مقابل. مقابل ايه؟ وال100 يعتبر ايه؟ مجاور صح؟ مجاور يبقى اعتبر استعمل أيه. استعمل هنا يا جماعه التان التان اقول له هنا تان 70 بتساوي المقابل اللي هو اكس على 100 واحسب تان 70 دي بالحسبه سهل يحسبها تان 70 بسيطه اقول له هنا شيفت او لا من غير شيفت معلش بدون شيفت تان على طول تان 70 ماشي تان 70
بتساوي كم؟ 2.7 من عشرة كمان. يبقى أقول هنا 2.7 من عشرة بتساوي X على 100 ضرب تبادلي. X بتساوي كم؟ 2.7 من عشرة ضرب 100 يا جماعة. يبقى 2.7 من عشرة مضروبة في 100. لما أضرب في 100 حركة الفصل بس خطوتين. كانت هنا. كانت هنا كده تمشي خطوة كمان واحدة يبقى كده يا جماعة. يبقى ارتفاع المبنى بيساوي كام؟ 270 متر. بدون ما اطلع فوق ولا اقيس وارفع نفس الراس، وانا على الارض كده يا جماعه اقدر اجيب ايه؟ ارتفاع اي مبنى باجهزه بسيطه جدا. ماشي؟ يعني قست بس المسافه دي بس فقط. دي. والزاويه بس. ماشي يا شباب؟ دي اللي بنسميها زوايا انخفاض الايه؟ والارتفاع. طيب احنا الزوايا يا جماعه بالنسبه لدرس اليوم، الزاويه. الزوايا لها اكثر من وضع، لها حاجه اسمها وضع قياسي. طبعا اي زاويه في الدنيا، اي زاويه لها ضلعين، ضلع اهو وضلع اهو، صح؟ اسمي الضلع الاول ده يا جماعه ضلع ابتدائي، والضلع الثاني ضلع ايه؟ نهائي. طبعا دي زاويه حاده، ممكن تبقى كده مثلا منفرجه يا جماعه اهو، دي برضه ابتدائي، والثاني ده هو ايه؟ ضلع نهائي. واضح يا شباب؟ طيب امتى اقول عليها في وضع قياسي؟ من ضمن يا جماعه اسماء الزوايا او طرق قياسها حاجه اسمها الوضع القياسي مثلا، وفي مثلا ايه الوضع الحقيقي لها اكثر من حاجه، في زاويه ربعيه مثلا، حاجات زي دي. فاحنا النهارده بناخد الوضع القياسي. امتى اقول على زاويه انها في الوضع القياسي؟ اذا كان ضلعها الابتدائي على محور اكس. ماشي؟ الضلع الابتدائي يا شباب على محور اكس. ده اكس يا جماعه. لو هنا طلعنا كده يا جماعه ده الابتدائي على محور اكس. والنهائي هنا مثلا ولنكن زي ده 30 مثلا، او اقول لا اكثر من 30، قول 50 درجه مثلا. اقول ازاي ده اهي في الوضع القياسي. ليه في القياسي؟ هذا يعني القياسي. لان الضلع الابتدائي محور ايه؟ محور اكس الموجب، محور اكس الموجب يا جماعه. والثاني ما يهمني فين؟ الثاني خلاص هو الضلع الثاني، ما يهمك فين بالظبط. ماشي يا شباب؟ طيب دي اول فكره في الدرس يا جماعه، ده ان انا اقول لك ازاي اسمي الزاويه. طيب الزاويه ممكن تكون زاويه موجبه، ممكن تكون زاويه سالب. لو انا بقيسها عكس عقارب الساعه، يعني ابدا من هنا كده عكس عقارب ازاي؟ كده يا جماعه. الساعه بتمشي كده، خلي بالك لو تتذكر الساعه يا جماعه، تمشي اتجاه الساعه فين؟ تمشي كده صح؟ دي الساعه عقاربها كده. صح يا جماعه؟ اللي بيمشي مع عقارب الساعه اسميه ايه؟ سالب، اتجاه سالب. اللي هو هنا الاسفل، اسفل ده كده يا جماعه سالب. سالب. ماشي؟ انما عكس عقارب الساعه اعتبره ايه يا جماعه؟ موجب. طب اقول لك على شيء بسيط يذكرك بكلمه موجب وسالب دي، هتذكرها على طول يعني. اذا انت عندك شخص مثلا بيعترض دايما على كل حاجه، او له بياخد موقف يقول لك موقف ايجابي. شوف حاجه يتحرك يا جماعه، يتحرك. شاف مثلا شيء في المدرسه طايح يعدله. ما يسيبه كده وخلاص ويمشي يقول لك انا مالي، ده بسميه شخص ايجابي. الايجابي عكس التيار دايما يا جماعه. بيمشي عكس التيار، بعكس اتجاه عقرب الساعه. ده ايجابي. انما الشخص السلبي اللي يقول لك انا مالي خلاص ماليش علاقه، انا مالي انا بيها. ما هو شغلي. ده شخص سلبي، نوعيه شخص سلبي يا جماعه. اللي هو ماشي مع ايه؟ ماشي مع التيار، ما هو ضد التيار، لا مع التيار وخلاص. زي ما يودوه. زمايله قالوا نشجع الاتحاد يبقى يشجع الاتحاد معاهم. زمايله قالوا نشجع الاهلي يبقى يشجع الاهلي معاهم وخلاص. ماشي؟ ده شخص ايه؟ سلبي، صح؟ فتذكرها كده. سلبي او سالب مع عقرب الساعه اللي هو ده. مع عقرب الساعه. انما عكس عقرب الساعه يبقى الاعلى موجب يا جماعه، يبقى موجب. فالقياس هنا موجب اهو. افرض قال لك مثلا هات لي زاويه قياسها سالب 40. زاوية سالب 40 ارسمها ازاي؟ هبدا من هنا كده يا جماعه، هبدا من هنا واقيس لتحت، واقيس لتحت كده. يبقى الزاوية في الاخر كده مثلا، هنا كده مثلا اهي، هو عليها زاوية سالب 40. ماشي يا شباب؟ دي اللي هي زاوية كام؟ زاوية كده سالبة. اللي هي السالبة لانها ماشية مع عقارب الساعة. بدأت من هنا كده وقست وانا جاي كده كده. طيب يا شباب معنى كده ايه؟ معنى كده ان انا اقدر اجيب الزاويه ده اهي، اقدر اجيب لها اكثر من زاويه، خلي بالك تساويها او تكفيها.
طيب الزاويه كلها على بعضها كام يا جماعه؟ الدايره كلها كام على بعضها؟ الدايره كامله كده كام؟ كام درجه الدايره كامله؟ 360. جميل. يبقى يا جماعه لو انت عندك محور النهايه ده اهو لف لفه كامله كده يا جماعه، لفه كامله، يبقى كانه عمل زاويه 360 درجه. صح كده يا شباب؟ 360. طيب لو انت عندك زاويه زي ال 50 دي، زاويه 50، قال لك هات لي زاويه تكافئها موجبه وزاويه اخرى تكافئها تكون سالبه. نعمل ايه؟ لو زاويه يا جماعه موجبه، موجبه، ازود عليها بس كمان 360 درجه. خلي بالك ايه؟ يبقى هي كانها من هنا كده لحد هنا، وكمل كمان. عايز زاويه موجبه، اقول له 50 زائد 360 هتساوي 410. زاويه موجبه يا جماعه. طب عايز زاويه ثانيه سالبه تكافئها برضه. يعني ايه تكافئها يا شباب؟ يعني كلها نفس ضلع الانتهاء. نعمل ايه؟ هنمشي بس عكس، نمشي عكس كده يا جماعه، عكس 360. ايوه، ها ناقص 50، ناقص الجزء ده، يبقى 360 لا مش ناقص، ناقص 50 بقى، يبقى هي 50 ناقص 360. 50 ناقص 360 ماشي؟ ايه، لان هو قال لك هات لي ايه؟ هات لي زاويه تكافئها تكون سالبه. هتبقى هي سالبه منين؟ كل ده شوف، امشي مع قلم كده، امشي مع قلم، بادئ من هنا اهو، بادئ من هنا، عندي خط الايه؟ هنا سالبه، هي سالبه ماشي لحد هنا يا جماعه. دي بتساوي كام؟ 360 كلها، بس ما قلنا في الجزء ده ما قلناه، يبقى ناقص، يبقى هتساوي في الاخر سالب 310. قلت لما اسم عقارب الساعه يبقى بالسالب. فده ممكن يجيب سؤال في الامتحان يقول لك يا شباب، يجيب لك اي زاويه يقول لك هات لي زاويه، زاويتين تكافئهم، واحده موجبه واحده سالبه. قال لك الموجبه ازود 360، السالبه انقص 360. طيب ناخد كده مثال عليها، مثال ثاني. أوجد زاوية تكافئ يا جماعة، زاوية إيه؟ 15 درجة. من غير ما نرسم ولا شيء. قال لك هات برضه زاوية موجبة واحدة سالبة يا شباب. الموجب أقول له 15 زائد 360 هتساوي 300 وكام؟ 75 درجة. طب والسالبة يا جماعة؟ ها؟ 15 ناقص 360. أنقص من 60 15 يبقى 45. يبقى سالب 345. اعتقد سؤال سهل ده، سؤال سهل. الفصل النهارده لحد الان مش مشكور غير عبد العزيز بس اللي بيتكلم معايا. يلا يا شباب. طيب يا جماعه، احنا عندنا حاجه اسمها قياس دائري وقياس ستيني، او درجات يسموها درجات وراديان. ماشي يا شباب؟ قياس دائري اللي هو ايه؟ راديان. لكن حسب عندك اي حسب اقدر اخليها بالقياسين دائري او راديان ازاي يا شباب؟ شوف كده عندك هنا حرف الايه؟ عندك كده على الحاسبه تلاقي فيه حرف اسمه حرف الدي، صح كده؟ الدي اللي هي الدرجات. طب انا عايز اغيره اخليه راديان، اعمل ايه؟ اقول له هنا شيفت مود، علامه المود يا جماعه، اسم مود اهو، شايفه؟ هتلاقي عندك الراديان 4 رقم 4. طب والديجري 3، اضغط 3 يا جماعه، 3 بقت بقى كده درجه او حرف بقى دي. طب انا عايز اخليها راديان، نفس الشيء، يلا شيفت ها مود، بختار رقم كام؟ رقم 4. 4 اصبحت راديان. طب ايه عرفت يا جماعه الراديان دي؟ ايه فكره الراديان؟ يعني ايه راديان؟ حد عنده فكره؟ انا هشرحها لك اهو، بس عايز لو حد عنده فكره يتكلم يقول. يعني ايه راديان يا شباب؟ احنا الاول قسمنا الدايره يا جماعه، ده قسمنا الدايره ده الى 360 درجه. ماشي؟ 360 ايه؟ درجه. اصبحت هنا لحد كده مثلا هنا صفر درجه، لحد هنا كده 90، لحد هنا 180، تحت كده 270، وهنا كام يا جماعه؟ 360 اللي هي نفسها ايه؟ الصفر. يبقى الدايره كامله يا شباب بتساوي كام؟ 360 درجه. طب ايه هو الراديان يا شباب؟ ركز كده معاك في الحته دي، لان الكلام ده ما هتعرفه غير في الدرس ده بس. بعد كده هتحتار فيه لو انت ما ركزت معايا. بيقول يا جماعه ايه؟ لو عندك قوس، ده سميه قوس يا جماعه، الجزء ده قوس اهو مثلا. الجزء ده كده الازرق ده قوس مثلا يا شباب. طوله يساوي طول نص القطر، مثلا ده طوله ال
وده كمان ال يا جماعه، يعمل زي كده اهو، يبقى ده كمان ال صح. كأن مثلث متساوي الساقين. اذا عندك قوس يا جماعه قطاع دائري زي ده، قطاع دائري فيه طول القوس يساوي نص من القطر، اصبح هنا عندي بقول عليها اسمها واحد راديان، زاويه قياسها واحد ايه؟ واحد راديان. ماشي يا شباب؟ طب الدائره كلها كام راديان؟ الدائره كلها اسمها 2 باي. ماشي 2 باي لحد هنا كده؟ لحد هنا يا جماعه عاملين هنا تساوي باي. طب لحد هنا كده باي على 2، يعني 90 تقابلها كام؟ تقابلها باي على 2. ماشي؟ طب 72 3 باي على 2 يا جماعه. اللي 1.5 باي يعني. وهنا كام في الاخر؟ 2 باي. ركز كده معايا، 360 تقابلها 2 باي. 90 باي على 2، 180 تقابلها باي. 270 3 باي على 2. عرفنا يا جماعه يعني ايه كلمه راديان؟ يبقى لما تلاقي الزاويه مثلا عندك اهو طول القوس يساوي نص القطر، اعرف ده بيساوي 1 راديان. طب 2 راديان يا جماعه؟ لما تبقى طول القوس ضعف الايه؟ طول القوس ضعف نص القطر، يبقى بتساوي 2 راديان. 3 راديان طول القوس 3 اضعاف، 3 امثال وهكذا يا جماعه. طب خلاصه الكلام يا استاذ عايز تقول لنا يعني ان اي زاويه بتقاس بحاجتين، اما قياس درجات اللي هو 60 او قياس دائري اللي هو راديان. طب ازاي احول من ده لده يا شباب؟ ازاي احول درجه من 30 من مثلا من 60 الى دائري او من دائري الى 60؟ بعمل ايه؟ الكتاب معقدها شويه، انا هقول لك بطريقه بسيطه جدا. لو عندك مثلا زاويه زي بس يا جماعه قياسها 30 درجه، دي بالدرجات اهي، عايز احولها الى راديان، اعمل ايه؟ اضرب في باي على 180. ماشي؟ اختصر بقى صفر مع صفر على 3 فعل 1 على 3 فعل ايه؟ فعل 6 هتساوي باي على 6. كده حولتها من درجات الى ايه؟ من درجات الى ايه؟ راديان. افرض انا عندي العكس. افرض انا عندي العكس. العكس يا جماعه. يصير باي على 180 على باي. ممتاز. صح صح، اعمل العكس. يعني مثلا عندي زاويه ولتكن باي على 4. باي على 4 ده اللي هي بتساوي كام يا جماعه عندي؟ اللي بتساوي 45. اضرب، عايز احولها اجيبها لايه؟ الدرجات، اعمل ايه؟ اضرب في 180 زي ما قال محمد على باي. باي تروح مع باي. ايه اقسم بقى 180 على 4 هتساوي 45 يا جماعه. 45 درجه. واضح كده؟ يبقى هي بسهوله جدا. تعمل ايه؟ من درجات لدائري اضرب في باي على 180. من دائري لدرجات اضرب 180 على باي. بس خلصت الكلام يا جماعه، دي خلصت الكلام. لو عندك بالحاسبه اهو، خلي بالك على الحاسبه مثلا زاويه تكون مثلا بالدرجات، قلت 60، بس انا عاملها هنا راديان، خلي بالك اهو راديان، يعني عايز اقول له ايه؟ دي تكون درجات 3 60 مثلا يا جماعه بتساوي كام عندك؟ 60. عايز احولها الى راديان، هتحول بس النظام في الحاسبه، تقول له شيفت واختار رقم 4 اللي هو راديان يا جماعه 4، واقول له بيتساوي تاني 60 بتساوي كام؟ لو اعملها كده تاني 60 بتساوي، لا برنامج ما جاتش في الحاسبه يا جماعه، الحاسبه تعبانه. لو عندك حاسبه انت اعملها تيجي معاك على طول يا جماعه، لو حاسبه عندك هتيجي معاك على طول. طيب ازاي اكتب يا جماعه علامه الباي على الحاسبه؟ الباي مكتوبه فين في الحاسبه يا شباب؟ اقول له شيفت ضرب في اكس يا جماعه، عامل ايه؟ باي اهي، يبقى باي على 4 اهي، ربع باي. عايز احلها درجات، اقول له شيفت برضه مود 3، اقول له بتساوي تاني يا جماعه ايه؟ اللي معاه حاسبه يا جماعه جربها كده، اللي معاه حاسبه يجربها، هتشتغل معاك. ماشي؟ وزي ما انا عندي في الدرجات يا جماعه زوايا اسمها زوايا خاصه، عندي برضه في الراديان زوايا خاصه. زي ايه يا شباب؟ عندي زوايا خاصه في الدرجات زي ال 30 وعندي ال 45 وعندي 60 وعندي مثلا ايه كمان ال 90 يا جماعه. اي زاويه خاصه ثانيه مضاعفات دول. مضاعفات الزوايا دي يا جماعه. اي زاويه خاصه ثانيه بتكون مضاعفات دول يا جماعه. طيب ال 30 دي بتساوي كام في الراديان؟ بتساوي باي على 6.
45 باي على 4 60 باي على 3 90 كان باي على ايه يا جماعه؟ على 2. اي زاويه خاصه ثانيه من مضاعفات الزاويه دي يا شباب؟ واضح؟ طيب في ساعات بمناسبه بقى الراديان ده يا شباب يجيب لك دايره يقول لك اوجد الطول القوس. طول القوس ركز معايا كده. اذا عندك دايره زي كده يا جماعه تعتبر دي الفكره الاخيره في الدرس، وتلاحظ انا بشرح بسرعه معلش اعذرني ولكن عشان نخلص الدرس. مثلا يا شباب القوس اللي هو الاصفر ده يا جماعه القوس ده كده طوله اسميه مثلا ال ال او في الكتاب عامله ايه؟ في الكتاب عامله اس مثلا اس ولا ار؟ عامله ار. ده زي الكتاب معلش خلاص زي الكتاب. الكتاب عامل ده ار يا جماعه. ودي ايه؟ سيتا بس المفروض ار تكون نص القطر. المفروض ار تكون نص القطر. لو عندك يا جماعه دايره طول نص قطرها ار تمام؟ والزاويه دي اهي اسمها ايه؟ اسمها سيتا. سيتا يا جماعه الزاويه دي. وقال لي هنا اس، اس اللي هو عندي مين؟ اس طول القوس، طول ها؟ القوس. بوجد اس ازاي؟ بسهوله جدا الاس بتساوي ار سيتا، بس بشرط. شرط مهم يا جماعه. الزاويه السادة اهي يا جماعه بالراديان. ما تقاس بالدائري، هي بالراديان. افرض في الامتحان جابها لي بالدرجات، اعمل ايه؟ احولها الاول لراديان. واضرب في الار، جبت يمين كده، جبت طول القوس ده يا جماعه الجزء ده، جبت طول الجزء ده. ناخد كده مثال عليها يا شباب، في الكتاب عندك اهو مثال بيقول لك اوجد طول القوس. يلا في الكتاب. تمرين صفحه 31 صفحه 172 رقم 31 مثلا. 31 جايب لي دايره زي كده. جايب لي اهو قوس زي كده يا جماعه اهو. الزاويه ده 3 باي على 7 على 7 يا جماعه، ونص القطر اهو 5 سنتيمتر. عايز مين؟ عايز الاس. طول القوس ده يا جماعه الجزء ده، الجزء ده كده طوله كام؟ ها قلنا الاس بتساوي ار سيتا. ار اللي هي ايه؟ ار اللي هي نص القطر هيساوي 5 وسيتا 3 باي على مين يا جماعه؟ على 7. هنا في المساله دي طبعا جابها لك هنا بالدرجات بالراديان عندي اهو راديان، طالما قال لك باي تبقى هي راديان. اتعامل معاها زي ما هي كده بالظبط يا جماعه، زي ما هي بالظبط. لكن لو كانت درجات احولها راديان، اضرب في باي على 180. طب اعمل دي على الحسبه ازاي؟ اقول لك الحسبه يا جماعه 5 ضرب 3 باي، بقول له ضرب 3. عايز اقول له بقى يا جماعه، اقول له شفت ايه؟ لا انا غلطت كده. شفت باي يا جماعه، كل ده اسمه 7 يساوي كام؟ 15 باي على 7. بس انا مش عايز اجي عزب الدرجات، عزب الارقام. اس دي اس ده يا جماعه طلع بكام عندك؟ 6.7 من 10 سم. 6.7 من 10 سنتيمتر. ليه سنتيمتر؟ عشان 5 دي بالسنتيمتر. وهي زيها بالظبط. ماشي يا شباب؟ لحد كده مفهوم؟ طب انا عايز اجيب لك واحده تكون بالايه؟ بالدرجات. ونضطر نحولها. هي دي فكره السؤال. اذا عندك سؤال ثاني مثلا يا شباب، دايره زي كده اهي. وزاويه ولتكن مثلا نقول كام؟ شكلها 90، مش عايزها 90، عايز اقل من 90. زاويه كده مثلا يا جماعه. ولتكن الزاويه دي ولتكن كام؟ 60. عايز اس يا شباب. طب ونص القطر بكام عندك؟ ب 2. نص القطر ب 2، هتقول له ايه؟ اس ها بتساوي ار في سيتا. الار ب 2. بس سيتا بكام يا جماعه عندك؟ سيتا عندك دي 60 بس 60. بالدرجات بالدرجات. ما ينفعش نلعب بالدرجات يا جماعه، لازم احولها لايه؟ احولها الى الراديان الاول. اقول له 60 نقط جنب كده ضرب باي على 180. طيرنا صفر مع صفر.
اقتصر على 6 على 1 على 6 فيها 3 يعني بتساوي باي على 3 يا جماعه باي على 3 يبقى 2 ضرب باي على 3 ماشي بالحسبه تعملها على طول اه بالحسبه تقول له كده ايه 2 مثلا كسر يا شباب 2 باي تحت 3 يساوي